ونروح نعمل سامبوسك، بس السامبوسك المره دي لا بعجينه سامبوسك ولا بورق سامبوسك الجاهز، هنعمله بالجلاش. بالجلاش؟ اه بالجلاش. هنجيب بوله فيها شويه زيت الاول، وعندي لفه من الجلاش، وطبعا انا كاتب في المقادير هتظهر قدامكم على الشاشه، لحمه وبصل وزعتر وتوم للتعصيق، فاحنا عصجنا مباشره عشان برضو الوقت. هتلاقوا مثلا لفه جلاش، وعندنا كمان نص كيلو من اللحمه وبصلايه وفصين توم ومعلقه زعتر ومعلقه قرفه وعلبتين زبادي ونص رشه قرفه قصدي ومعلقتين زبادي ونص كوبايه من المكسرات. تعالوا مع بعض واحنا بنشتغل كده نقول ايه القصه. القصه ببساطه ان احنا بدل ما هنعمل عجينه سمبوسك، هعمل لكم عجينه الشهر ده برضو، هنعمل مره تانية سمبوسك بس بالجبنه ونعمل عجينه، بس في ناس كتير قوي ما بتلاقيش ساعات شرايح السمبوسك بس عندها جلاش، هنعمل السمبوسك بالجلاش. اهو قدامنا لفه جلاش، لحمه وبصل وتوم وزعتر، عصجنا بيه اللحمه بقت معصجه اهي، نص كوبايه من المكسرات اي نوع مكسرات عندي، وعندنا علبتين من الزبادي وزيت. تعالوا معانا بقى نشتغل. نجيب بوله تاني، حطينا البصل على النار. ما هو مجدي بيقول لي طب احنا عصجنا ازاي؟ ما بيسكتش. حطينا البصل على النار في شويه زيت وزبده، اول ما دبل معانا قمت نازل عليه باللحمه والثوم والزعتر، وبقت عندي معصجه وشويه ملح وشويه فلفل. بس هناخدها كده زي ما هي كده ونروح نفضيها في بوله ونجيب معلقه، وبعدين بعد ما فضينا كده كله 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 اهو نحط عليها علبتين الزبادي. طب زبادي جوه اللحمه؟ طب جربه. والكرات كمان حلوه قوي معاها، يعني انا لو عملت شوحت شويه كرات وحطيتها، شايفين بقت عامله ازاي؟ خليط اهو اهو. وبعدين المكسرات ونقلب، فستق، لوز، بندق، سنيبر لو فيه، مع ان السنيبر دلوقتي غالي. هنركن دي على جنب كده يا مجدي، ونجيب بقى ايه؟ لفه الجلاش، ونمسح بس علشان الجلاش ده من الحاجات الحساسه، عايزه معامله برفق، لو في ميه هيتقطع اهو، ولو اتساب في الهواء هيتقطع برضه. اه فاحنا هنجيب الجلاش كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفينه؟ ونيجي نجيب السكينه. لا مش غلط مش غلط مش غلط اهو، لفه الجلاش هذا اهي فردتها اهي، نيجي نقطع بقى الحته دي كده، شايفين؟ زي السمبوسك بالظبط، اي خدمه اهو. اه وبعدين كمان واحده، وبعدين نرفع دي. جربوه هيبقى هش جدا، طعمه حلو قوي ومقرمش كمان. اتفضل. اه طب شفت الجلاش جميل طبعا في في الحلويات وفي ال هنسأل من الموضوع ده. طب ولو حد من المشاهدين يعرف يقول لنا. هسألك، هنطرح سؤال على السادة المشاهدين. اه بس الواحد بعد والله ما عارف يقول ايه، بس بصراحة يا مجد والله يعني ممكن نحط ورقتين على بعض، ممكن نحط ورقة واحدة على بعض، انتوا بقى وزي ما انتوا عايزين. وبعدين هنيجي هنا ندهنه بزيت أو زبدة كده، وبعدين ناخد بقى اللحمه بتاعتنا، وبعدين نوريكم هنعمل ايه. نجيب الاول جزء من اللحمه اللي عليها المكسرات والزبادي، نحطها في طرف كده الجلاشه. فين يا مجدي؟ اهو في طرف الجلاشه اهو، شويه من الحشو. شايفين الحشوه طريه ازاي؟ طعم الزبادي جواها روعه الروعه. وبعدين بعد ما نحط كده ناخد علشان مكسرات طبعا، نلف نعمل مثلث، وبعدين نعمل مثلث تاني ونلف تاني، نلف كمان 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 لغاية آخر حتة دي نسيبها، ونعمل واحدة تانية اهي، دي اللي هنلحم منها. أيوة دي اللي حام. وبعدين كده، وبعدين نقوم قافلين عليها بإيه؟ في هنا شوية من العجينة، شكرا. فين؟ لا كان في هنا عجينة، مين اللي شالها؟ اهي اهي خلاص تعال. معلش.
العتب على النظر يا مجدي. دي عجينة عبارة عن مية من ودقيق، ناخدها ندهن بقى كده دهنة صغيرة بظهر المعلقة، ونقفل كده الجلاش، وناخد معانا مروة. ازيك يا مروة؟ ألو. عاملة إيه يا حبيبتي؟ ألو. أيوة يا مروة، ازاي؟ أنت عندك كام سنة يا مروة؟ 12. ما شاء الله عليك، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. عايزة أعرف طريقة المكرونة بشاميل. من عينيا، حاضر. حاجة تانية؟ بشكرك يا مروة على اتصالك، وهجاوبك على المكرونة بالبشاميل. هنعمل إيه؟ أدي شكل السمبوسك اللي بالجلاش. أهي. هنروح نشغل القلاية عليها، بسم الله كده نمشي بيها، ونحط في القلاية، ونستأذنكم ناخد فاصل، نلف بقية الكمية اللي عندنا ونحمرها، ولما نرجع نوريكم شكلها. شايفين؟ أهي. مش هتاخد ثواني وهتستوي معانا، وهشه ومقرمشه للغايه. خليكم معانا عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياه، ولكن بعد فاصل.